نحو كنيسة سينودسية خالية من الأمراض، عقد اتحاد الرهبانيات في المملكة لقاءه السادس في كلية تيرا سانتا جبل الويبدة تحت عنوان حنان الله في عمل الممرضة على صورة السامري الرحيم. بدأ اللقاء الذي حضره المرشد الروحي للاتحاد الأب رشيد مستريح وعدد من الراهبات اللواتي يعملن في المستشفيات بترحيب من رئيسة الاتحاد الأخت سارة غنيم وصلاة الصباح ثم قداس إلهي ترأسه الأب مستريح. وقدمت الأخت نهى صدقة رئيسة راهبات الصليب محاضرة أكدت من خلالها أن التمريض خدمة إنسانية تحتاج إلى محبة وقلب كبير في التعامل مع الآخر، وشرحت كيفية تجسيد الرحمة وإعطاء المريض الأمل عن طريق الشفاء الروحي قبل الجسدي. وتخلل اللقاء الذي سادته أجواء عامرة بالفرح لقمة المحبة والعديد من النقاشات الغنية. كانت المحاضرة كتير حلوة، خاصة النقاش المحاور الأربعة اللي دخلنا فيها بالتفصيل وأعطينا خبراتنا فيها. الخبرات كانت كتير حلوة، إنه شاركنا شو في كل خلينا نقول مؤسسة صحية، إن كانت على صعيد المستشفيات أو على صعيد الرعاية الصحية مع خياتنا الرهبات اللي التقينا فيها، كانت خبرات حلوة، خاصة المشاكل اللي منعاني منها مع وجودنا مع المرضى، مع الأطباء، مع أهل المرضى، مع المريض بحد ذاته، وكيف يعني ألقت الضوء على كيف من روح الحياة الروحية واللي إحنا مقتبسينه أو عايشينه بمجتمعاتنا الرهبانية بالكومنتي بحياتنا الروحية من الصباح للمساء. كتير هذا أعطانا هيك تحفيز إنه كيف نتعامل مع مرضانا، يعني نتغذى روحيا قبل ما نطلع على شغلنا. كانت خبرات الرهبات كلهم نفس الخبرة، إنه بتغذوا من الحياة الروحية من حياتنا الرهبانية، وكيف إحنا بنتعامل مع المرضى ومع مشاكل المرضى، ومن نشعر مع المريض بإحساس أمومي، إحساس الألم اللي بيعاني منه. اليوم كان اللقاء السادس للممرضات، حبينا نعمله هون بتيرا سانتا من ضمن سلسلة لقاءات التنشئة الروحية نحو كنيسة سينودسية. كان لقاء كتير حلو مع سيستر نهى صدقة من رهبات الصليب العناية الإنسانية لفحيص، أعطت محاضرة كتير رائعة من عدة محاور، استخدمت الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد على آيات تمت على يد يسوع المسيح الشفاء، شفاء الروح شفاء الجسدي، كم هو دور الرهبة الممرضة مش بس تهتم من ناحية جسدية كمان من ناحية روحية. كان لقاء حلو كتير ومثمر، وانتهى بنقاش وأسئلة أربع محاور رائعة جدا، معاملتها مع الممرضين مع الأطباء مع أهل المريض، نقاش ثري جدا أغنى الجميع، والحمد لله كان ناجح. اسمحوا لي أشكرك وأشكر نورسات على تعبها وقفتها معنا دائما، خاصة اللي خلف الكواليس، شكرا لهم. شكرا دكتورة باسمة اللي هي دائما الداعم الأول لنا للاتحاد، الله يعطيكم العافية. وبشكر أبونا رشيد اللي استقبلنا في بيته، وبشكر أخواتي الرهبات اللي ضحوا وإجوا اليوم حضوا الاجتماع. شكرا لكم، إن شاء الله يا رب نحو كنيسة سينودسية متجددة رسالتها ناجحة 100% تكون على مثال الكنيسة الأولى، جماعة المسيحيين الأولى.